تاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عام 1188 للهجرة، 1775 الميلاد، قرر الملك الفارسي كريم خان احتلال العراق مستغلا انتشار مرض الطاعون في بغداد. وفعلا وصلت القوات الفارسية إلى ميناء البصرة العراقي، حيث شكلت القوات الإسلامية العثمانية ومجاهدو البصرة جيشا واحدا لصد الغزاة. ولكن الغزاة بدلا من المواجهة قرروا حصار البصرة بهدف إنهاك المسلمين المدافعين عنها حتى ساءت أوضاع المدينة. عند تلك اللحظة بعثت دولة الخلافة العثمانية ومجاهدو العراق برسالة استغاثة إلى سلطان عمان أحمد بن سعيد البوسعيدي، طالبين منه المساعدة في صد قوات الغزو الفارسي. وعلى الرغم من أن عمان لم تكن ضمن أراضي الخلافة العثمانية، استجاب مجاهدو عمان لنداء إخوتهم المسلمين، حيث كان العمانيون والعثمانيون يشكلون حلفا إسلاميا في الخليج العربي ضد الأطماع الفارسية. فبعث السلطان أحمد البوسعيدي أسطولا عمانيا ضخما يضم خيرة مجاهدي عمان الذين هبوا لنجدة إخوتهم المسلمين من الغزو الفارسي. فوصل الأسطول العماني المجاهد إلى شط العرب جنوب العراق، وعلى مدار عدة أشهر قاتل المجاهدون العمانيون مع إخوتهم العثمانيين جنبا إلى جنب في الدفاع عن الإسلام والمسلمين أمام القوات الفارسية الغازية المشبعة بالأحقاد الصفوية. وبعد ذلك بأشهر رحلت القوات الفارسية من البصرة تجر أذيال الخيبة، وعادت البصرة من جديد إلى جسد الخلافة الإسلامية العثمانية. فأمر خليفة المسلمين في تلك الفترة عبد الحميد الأول بصرف مكافأة سنوية من البصرة لسلطان عمان أحمد بن سعيد البوسعيدي، عرفانا له بالجميل والدور الكبير الذي قام به الأسطول العماني في الوقوف مع إخوتهم المسلمين. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 16 من برنامج العظماء 100. وفي هذه الحلقة المهمة سنحكي حكاية ملحمة تاريخية مجيدة سطرها أبطال شعب عظيم من شعوب أمة الإسلام. هذا الشعب هو الشعب العماني البطل، ونحن عندما نقول عمان نقصد بذلك الركن الجنوبي الشرقي من جزيرة العرب، ويشمل حاليا سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. فالعرب كانت تطلق اسم عمان وساحل عمان على تلك المنطقة من جزيرة العرب. وعلى مدار حلقتين متتاليتين من هذا البرنامج سنتعرف على قصة كفاح وجهاد الأبطال في هذه البقعة الأصيلة من الأمة الإسلامية، وسيتفاجأ الكثير عندما يعلم كيف أن هؤلاء الأبطال الذين لا نكاد نعرف عن تاريخهم شيئا حطموا بكفاحهم وجهادهم قوى الشر المتحالفة المكونة في ذلك الوقت من قوة الظلام الصليبية الحاقدة الممثلة بإمبراطورية البرتغال، وقوة الغدر والخيانة الصفوية الممثلة بالفرس الصفويين. أما الآن فلنتعرف على حكاية عمان وجهادها البحري العظيم في وجه الغزاة الصليبيين والصفويين. ولكن أولا فليسأل كل واحد منا نفسه سؤالا، ماذا تعرف عن تاريخ عمان وأهلها؟ أنا شخصيا لم أكن أعلم شيئا عن حكاية هذا البلد المسلم، ولا أذكر أنني قرأت في صغري شيئا عن تاريخ عمان العظيم في نصرة الإسلام والمسلمين. والسبب يعود باعتقادي إلى النظرية التي تحدثنا عنها سابقا، نظرية الغزو التاريخي. فمن ضمن الوسائل التي يتبعها غزاة التاريخ قيامهم بمحو قصص أبطال أمة الإسلام واستبدالها بقصص أبطالهم الوهميين، أو في أحسن الأحوال بأبطال خرافيين لا وجود لهم في الحقيقة، فتضيع بذلك قصص بطولات حقيقية وتحل محلها القصص الخرافية التافهة
التي لا تحمل قيمة ذات معنى أو تصنع بطلا ذا هدف نبيل في حياته. وحكاية عمان وأبطالها لهي خير مثال على هذا البند الخطير في نظرية الغزو التاريخي. فكم منا يعرف شيئا عن تاريخ عمان وأبطالها؟ بل كم منا سمع شيئا عن عمان بالأساس؟ والحقيقة التي لا نعلمها أو لا يراد لنا أن نعلمها أن لعمان تاريخ مجيد يكتب بماء الذهب في الدفاع عن الإسلام وأمة الإسلام. وإن كنا نسلم بأن غزاة التاريخ هم من عملوا على طمس التاريخ العماني وبطولات عظمائه، إلا أنني أرى أن العمانيين أنفسهم يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية في عدم معرفة باقي إخوتهم المسلمين بتاريخ أجدادهم. فلو كان لشعب آخر من شعوب الدنيا بطل لديه عشر عظمة بطل من أبطال عمان لعملوا على نشر حكايات بطولاته التي غالبا ما تكون مزيفة، وصنعوا له الأعمال الفنية ونشروها في مشارق الأرض ومغاربها. وحكاية عمان وجهادها البحري تعود إلى ما يزيد عن 200 عام من تلك الحادثة التي ذكرناها في بداية هذه الحلقة، وبالتحديد مع إبحار البرتغاليين الصليبيين إلى آسيا عبر الالتفاف حول أفريقيا من خلال الطريق البحري الذي يطلق عليه طريق رأس الرجاء الصالح. الشيء الذي لا يعرفه الكثيرون منا أن إبحار البرتغاليين عبر هذا الطريق كان لهدف صليبي بحت، وهو نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقايضته مع المسلمين ببيت المقدس التي حررها منهم القائد الكردي البطل صلاح الدين الأيوبي. وهذا هو سبب تسمية هذا الطريق بهذا الاسم. الشيء الذي لا نعلمه أن هذا الاسم اختاره ملك البرتغال الصليبي جواو الثاني الرجاء الصالح. هو الرجاء الذي كان يسعى من خلاله الصليبيون البرتغاليون باحتلال العالم الإسلامي ونبش قبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأتذكر كيف أننا في المسابقات المدرسية كنا عادة ما نسأل عن اسم مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح ليفوز بالجائزة من يجيب باسم المكتشف البرتغالي فاسكو دي غاما، الذي تعلمنا في مدارسنا أنه كان مستكشفا ومغامرا برتغاليا يهدف إلى استكشاف العالم وجلب التوابل من الهند. والحقيقة التي لم يكن يراد لنا أن نعلمها أن فاسكو دي غاما هذا ما هو إلا سفاح صليبي مجرم كان يهدف لضرب الإسلام في مقتل. وما كان التفافه حول أفريقيا للوصول إلى بلاد الإسلام إلا تهيئة لضرب مكة والمدينة ونبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى قتل المسلمين وتنصيرهم في آسيا. وعليك فقط أن تعلم أن فاسكو دي غاما هدم في إحدى حملاته في شرق أفريقيا الذي كان يعيش فيه المسلمون 300 مسجد قام هذا المجرم بهدمها. ولا ينسى التاريخ ما فعله هذا السفاح البرتغالي من إغراق سفينة للحجاج المسلمين في خليج عمان كان على ظهرها ما يقارب 100 حاج، بالإضافة إلى ما ذكره المؤرخون من إحراقه لعدد كبير من السفن الإسلامية التي كانت تحمل الغذاء للمسلمين. وعندما وصل الصليبي فاسكو دي غاما إلى ميناء كالكوتا الهندي مكث ينتظر السفن العربية المسلمة، وبعد بضعة أيام وصلت سفينة عربية مسلمة على متنها ما يقارب 400 راكب كان من بينهم نساء وأطفال. وبعد أن قام هذا الصليبي المجرم بالاستيلاء على حمولة السفينة قام بعد ذلك بحبس جميع الركاب داخل السفينة المسلمة وأضرم النيران فيها محرقا من فيها من المسلمين وهم أحياء. هذا هو فاسكو دي غاما الذي نعتبره بطلا جغرافيا. وعمان بحكم موقعها المتميز بين موانئ أفريقيا وآسيا أصبحت في مواجهة مستمرة مع قوات إمبراطوريتين كبيرتين حقدتين على الإسلام بشكل فظيع، الإمبراطورية الصفوية الفارسية في الشرق والإمبراطورية الصليبية البرتغالية في الغرب. هاتان القوتان الشريرتان تحالفتا مع بعضهما البعض من أجل هدف واحد، هدف من أخطر وأسفل وأقذر الأهداف التي عرفتها الإنسانية عبر تاريخها،
ألا وهو نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدمير مكة والمدينة. وكان قدر عمان بحكم موقعها الجغرافي أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن الأمة الإسلامية في وجه تلك القوتين الظلاميتين. وكما تابعنا في الحلقتين الماضيتين كيف أن الملك الصفوي المجرم إسماعيل الصفوي تراسل مع القائد الصليبي البرتغالي ألفونسو دي ألبوكراك من أجل القيام بهجوم موحد على مكة والمدينة، إلا أن الله الذي حمى نبيه بصحابته في حياته سخر له بعد مماته أبطالا قاموا بالدفاع عنه في مماته. فقد تحرك القائد التركي البطل سليم الأول رحمه الله ليهزم التحالف الصفو صليبي، فدحر قوات الملك الصفوي المجرم إسماعيل الصفوي في معركة جلديران التاريخية التي تابعنا أحداثها في الحلقة الماضية، قبل أن يرسل قواته العثمانية المجاهدة لمطاردة فلول الصليبيين في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. وفعلا استطاع الخليفة القاطع سليم الأول إنقاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطة النبش عبر ضرب رأس الأفعى الصفوية في عقد دارها، وبذلك أوقف الخطة الصفوية الصليبية البرتغالية المشتركة التي كانت ترمي إلى تحرك مشترك، الصفويين برا والصليبيين بحرا. والحقيقة أن إسماعيل الصفوي بعد أن هزمه أمير المؤمنين سليم الأول في معركة جلديران التاريخية أصبح كالمجنون نتيجة لهذه الهزيمة الساحقة، وصار يقضي أيامه مدمنا للخمور محاولا نسيان ما أصابه من عار، حتى انتزع مقاليد الحكم منه نديمه في شرب الخمر وقد كان أحد وزرائه، ليتفرغ الصفوي في الشرب والأحزان لبقية حياته التي لم تستمر كثيرا بعد تلك الهزيمة. فقد هلك الصفوي عام 1524 ميلاديا حين كان عمره 36 عاما فقط، متأثرا بهزيمة جلديران وإفراطه في شرب الخمر. على فكرة الصفويين الجدد في إيران الذين يدعون أنهم أسسوا جمهورية إسلامية ما زالوا يمجدون هذا المجرم، حتى أنهم بنوا له تمثالا في مدينة أردبيل الإيرانية. وبعد تأمين قبر الرسول من جهة البر قام سليم بتأمينه من جهة البحر، حيث بعث بالبحرية الإسلامية العثمانية المجاهدة إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي لوقف أي تقدم تجاه البحر الأحمر لتأمين مكة والمدينة. وبعد سليم الأول استكمل ابنه العملاق سليمان القانوني رحلة الجهاد ضد هذا التحالف الشرير، وصد الأساطيل الصليبية البرتغالية عن الإبحار في مياه البحر الأحمر بعد أن حصن موانئ اليمن بالمدفعية العثمانية التي دمرت كل سفينة صليبية سولت لربانها نفسه التفكير بالإبحار في هذا البحر الإسلامي والاقتراب من قبر محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن الصليبيين البرتغاليين بمساعدة من الصفويين طبعا أنشأوا لأنفسهم قواعد بحرية على الموانئ الخليجية وقواعد بحرية على سواحل عمان أيضا بهدف الاستعداد لضرب مكة والمدينة حينما تحين الفرصة لهم. وفعلا تمكن الصليبيون البرتغاليون من بسط سيطرتهم على أهم موانئ عمان والخليج العربي بعد قيامهم بمذابح مروعة وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين التاريخ، مستغلين انشغال الخلافة الإسلامية العثمانية بحروبها في شرق ووسط أوروبا ضد التحالفات الصليبية التي لا تنتهي وضد الخيانات الصفوية التي أيضا لا تنتهي. إلا أن مجاهدي الخلافة العثمانية وعلى الرغم من ذلك استطاعوا مساعدة إخوتهم العرب في عمان والخليج العربي في صد التمدد الصليبي البرتغالي على أكثر من جهة. وكما تابعنا في الحلقة العاشرة من هذا البرنامج استطاع المجاهد العثماني البطل بيري ريس الانتصار على الصليبيين البرتغاليين في عدة مواقع بحرية في سواحل عمان والخليج العربي، فحرر بيري ريس ميناء مسقط من الصليبيين ووصل حتى البصرة قبل أن يضطر للرجوع من جديد. يتمكن الصليبيون من جديد من احتلال مسقط، فأصبحت عمان وجزر الخليج وبعض جزر اليمن محتلة من البرتغاليين الصليبيين. ولكن أبطال عمان لم يقبلوا الخضوع للغزاة، فصار المجاهدون العمانيون يغيرون على الحصون البرتغالية بين الحين والآخر،
حتى أن البرتغاليين كانوا يخشون مجرد الخروج من حصونهم المنيعة. ومع تعاظم ضربات المقاومة العمانية الباسلة ضد الغزاة الصليبيين، اضطر البرتغاليون لبناء حصنين جديدين للاختباء فيهما، فبنوا قلعتي الميراني والجلالي في مسقط عام 1588 للميلاد. وفي هذه الأثناء كانت عمان مقسمة بين منطقتين، منطقة الساحل التي كانت تحت سيطرة البرتغاليين الصليبيين، ومنطقة الداخل التي كانت تحت سيطرة قبائل متفرقة ومتناحرة. وفي الوقت الذي كان فيه الصليبيون البرتغاليون يبنون فيه الحصون ويثبتون فيه حكمهم في عمان والخليج والهند، كان كل زعيم قبيلة من تلك القبائل المتناحرة يتنازع مع أخيه من أجل أتفه الأسباب، متناسين أن عدوهم المشترك يعيث فسادا في بلادهم. وفي ذلك الزمن الذي كان يرى فيه الكثيرون أنه لا أمل في النصر وأن الأمة لا تستطيع مواجهة الأعداء الذين يفوقونها في العدة والعتاد، والحقيقة أن مثل هذا الزمن الذي تمر به الأمة من حين إلى آخر هو الزمن الذي تظهر به معادن الرجال، هو الزمن الذي يظهر به العظماء. فالعظيم ليس في أمة الإسلام فقط، بل في كل أمم الأرض. ليس هو الشخص الذي يظهر في زمن تكون به أوضاع أمته على أفضل حال، بل إن الإنسان العظيم غالبا ما يكون الإنسان الذي يظهر في زمن الضعف والهوان ليغير هو حال أمته إلى الأفضل. ففي الوقت الذي كان فيه سواحل عمان قابعة تحت حكم الصليبيين البرتغاليين من جهة والصفويين الفرس من جهة أخرى، ظهر من بين تلال عمان صقر عماني عملاق حلق في سماء عمان ليمزق الغزاة الذين احتلوا هذا البلد الإسلامي. هذا الصقر العماني العظيم اسمه ناصر ابن مرشد اليعربي. وكعادة القادة العظام، كان ترتيب البيت الداخلي والوحدة أول عمل يقوم به هذا القائد العماني. فطاف ناصر اليعربي بين القبائل العمانية المتناحرة ليذكرهم بأن الصليبيين لا يفرقون بين المسلمين في حربهم عليهم، وأن الصفويين لا يفرقون بين العرب في حقدهم عليهم، وأن أولى خطوات النصر تكمن في التوحد في مواجهة الغزاة. فاستطاع هذا البطل العماني من جمع صفوف العمانيين الذين اختاروه قائدا عاما لهم عام 1624 للميلاد، فكون البطل العماني ناصر ابن مرشد اليعربي جيشا من المجاهدين العمانيين الذين قرروا طرد الغزاة من بلاد الإسلام عمان إلى الأبد. فبدأ القائد ناصر عهده بالعمل على استتباب الأمن وتوحيد البلاد في دولة مركزية قوية. وبعد أن نجح في تلك المهمة توجه إلى مقارعة الصليبيين البرتغاليين في عدة معارك كان القائد ناصر ينتصر فيها الواحدة والأخرى، حتى حرر أغلب مدن الساحل العماني الذي كان محتلا لما يزيد عن 100 عام. ثم توجه بعد ذلك إلى جولفار، وهو ميناء مهم على الخليج العربي. وجولفار هي مدينة رأس الخيمة الإماراتية الآن، وكانت محتلة بقوة مشتركة من الصليبيين والصفويين. فانتصر القائد العماني البطل ناصر بن مرشد اليعربي على هذا التحالف الشرير، ولتعود جولفار من جديد للمسلمين. واستمر ناصر العماني في انتصاراته، فحرر صور وقريات، وبذلك تحررت أغلب أرض عمان المسلمة، ولم تبقى في أيدي الصليبيين إلا مدينة مسقط وبعض الحصون الصليبية في صحار. وبعد ضربات موجعة من هذا القائد العماني البطل، اضطر الصليبيون في نهاية الأمر للرضوخ إلى شروطه التي فرضها عليهم، وكان من بينها أن يتنازل الصليبيون البرتغاليون عن كل الأراضي والمباني التابعة لهم في منطقة صحار، وأن يدفعوا الجزية للعمانيين كل عام، وأن يسمحوا للعمانيين المسلمين بزيارة مسقط دون أي عقبات. وبعد رضوخ الصليبيين لهذه الشروط، قام القائد ناصر بن مرشد اليعربي بتجهيز الجيش العماني وتدريبه للمعركة المصيرية، معركة تحرير مسقط التي لم يكن يشك باقترابها.
ولكن هذا القائد العماني البطل توفي قبل حلول تلك الساعة التي كان يتمناها، الساعة التي كان يتمنى فيها رؤية آخر شبر من تراب بلاده المسلمة، وقد تحررت من آخر جندي من جنود الصليبيين. ولكنه وقبل موته غرس في نفوس شعبه العماني روح الأمل، الأمل في غد مشرق لهم ولأمتهم. ربما لم يعش هو ليراه بعينيه، ولكنه ولا شك في ذلك كان يراه في وجدانه. رحم الله هذا القائد العماني البطل. ومع موته احتفل الصليبيون والصفويون وظنوا أنهم انتهوا من كابوس كان يؤرق عليهم لياليهم، ولكن هؤلاء المساكين لم يقرأوا تاريخ الإسلام جيدا. فما أن تغيب شمس الإسلام في مكان ما حتى تشرق تلك الشمس في مكان جديد، ليس ذلك فحسب، بل إن تلك الشمس تكون أكثر توهجا وإشراقا على المسلمين. أما على من ظنوا أنهم استطاعوا إزالتها من كبد السماء، فإنها ولسوء حظهم تكون عليهم أكثر إحراقا. ما وهمنا ما وهمنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق الذي سرت اسألوا التاريخ عنا. ما وهمنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق الذي سرت اسألوا. فقد تسلم قيادة العمانيين بعد موت القائد ناصر بن مرشد اليعربي قائد جديد لم يكتفي بتحرير مسقط من الصليبيين وحسب، بل طاردهم في بحار آسيا وسواحل أفريقيا لينتصر عليهم في معارك بحرية عظمى ليحرر سواحل أفريقيا الشرقية من الاحتلال الصليبي البرتغالي. فمن يكون ذلك القائد العماني الذي قاد معركة التحرير المصرية، معركة تحرير مسقط؟ وما قصة وحدة الضفادع البشرية العمانية التي حسمت معركة التحرير ضد الصليبيين؟ وكيف أصبحت البحرية العمانية سيدة المحيط الهندي والخليج العربي بدون منازع؟ وكيف تحولت عمان إلى إمبراطورية عظيمة تمتد أراضيها من تنزانيا ومدغشقر غربا وحتى سواحل الهند شرقا؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة لنتابع معا قصة إمبراطور عمان العظيم الذي حول أمواج المحيط الهندي إلى جبال من نار أمام قوات الغزاة الصليبيين. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسألوا جند الصليب، اسألوا جند التتار، هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا فتحا بمكة بعد صابر وانتظار، طارق في وادي لكة فاض أمواج البحار. سأتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم حلقات البرنامج أولا بأول. القناة وصلت بفضل الله ثم بفضلكم إلى 10 ملايين مشاهدة. على القناة في اليوتيوب ستجدون أيضا قوائم بالحلقات المترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والتركية والإندونيسية والكردية، وجاري العمل على بعض اللغات الأخرى. شكرا لفرق الترجمة الرائعة. وسأتشرف أكثر بقراءة تعليقاتكم واستقبال صوركم لعرضها في الحلقة القادمة في صفحة البرنامج الرسمية والوحيدة، اسم الصفحة 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. يمكنكم أيضا التواصل معي على حساب الشخصي على تويتر وإنستغرام جهاد الترباني، وعلى إنستغرام أيضا حساب العظماء 100. أما الآن فتابعوا معي التعليقات والصور التالية برفقة كلمات الشاعر العماني هلال الشيادي وصوت المنشد العماني الرائع منيب الكندي على شيد يا رسول الله. لا تنسونا مصطلح الدعاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب كم من شعري أمسي الكم من الدرري أهديك يا صاحب الأنوار والغرر. سب كم من شعري أمسي الكم من الدرري أهديك يا صاحب الأنوار والغرر. فإنك اللغة البيضاء وأحرفها وأنت فينا جميعا درة البشر. مذ جئت أحمل في قلبي كتاب هوى إلا وأنت حروف الحب في سوري وأنت روح هوى روحي ومشرقها وأنت أكبر حب في من صغري. فأي قلب سأتي فيه يحملني إلى مقامك أتلو الحب من زبري. فخذ حبيبي رسول الله ناقصتي قلبي صلاة سلامي يحرفي عمري. أهديك يا صاحب الأنوار والغرر. سكن من الشعر أمسك كم من الدرر. أهديك يا صاحب الأنوار والغرر. فإنك اللغة البيضاء وأحرفها وأنت فينا جميعا أنت الذي جئت ودنيا مولهة شوقا للقياك تنجي من شفا حفري. فمذ ولدت أفاق الكون مبتهجا من بعد ما طال خيط الليل والسحر. أقبلت فينا ربيعا مزهرا نلقا فزين الورد فوق الوهد والوعر. أقبلت برا أمينا صادقا ورعا تعلم النسمان الخلق في السور. أمسل كم من الدرر. أهديك يا صاحب الأنوار والغرر. فإنك اللغة بيضاء وأحرفها وأنت فينا جميعا درة البشر. يا محمد أمسي الكم من الدرر. أهديك يا صاحب الأنوار والغرر. فإنك اللغة بيضاء وأحرفها وأنت فينا جميعا درة البشر. محمد
محمد يا حبيب الله يا محمد يا رسول الله يا محمد يا حبيب الله يا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.